انتهت الآن دراسة السرطان التي أجريناها في أوروبا على الفئران ونشرت النتائج أخيراً. أريد أن ألخص نتائج هذه الدراسة بأبسط ما أستطيع. في هذه الدراسة قمنا بمقارنة أحد أقوى أدوية العلاج الكيميائي بعدة تركيبات من معظم المركبات الطبيعية. وشملت هذه المركبات 1- إيبيدالوكاتشين 2- حمض ألفا لبويك 3- هيدروكسي سترات غارسينيا كامبوغيا 4- الليسينو 5- الطحالب الحمراء 6- ليثوستات ليس مركباً طبيعياً. تحتوي الخلايا السرطانية على شيء يسمى سكوت والذي يسمح لها ببناء الأغشية. كانت استراتيجيتنا هي استخدام الأشياء الطبيعية بشكل أساسي لمنع المواد الخام اللازمة للخلايا السرطانية لبناء الأغشية. بدون أغشية لا يمكن أن تنمو الخلايا السرطانية. ثبت أن بروتوكولنا فعال بنسبة 70% كعقار العلاج الكيميائي. العلاج الكيميائي قوي في قتل الخلايا السرطانية، لكنه في نفس الوقت يقتل الخلايا المناعية. في المقابل، فإن العلاجات الطبيعية التي استخدمناها لا تقتل الخلايا المناعية. هناك ارتباط كبير بين الالتهاب والسرطان. يعتقد أن السرطان ينتشر في مناطق الالتهاب. أظهرت دراستنا انخفاضاً كبيراً في NFKB، والذي يمكنك التفكير فيه كمؤشر حيوي للالتهاب والانتشار. هذا يعني أننا شهدنا انخفاضاً كبيراً في الالتهاب وانتشار تأثير السرطان. لا أعرف ما إذا كان هذا البروتوكول سيعمل من أجلك، ولكن إذا كنت مصاباً بالسرطان، كنت سأفعل مزيجاً من المركبات الخمسة الأولى في القائمة أعلى وأيضاً الصيام لفترات طويلة. شكراً للمشاهدة.